أيضا لقد اختلفت الآراء كذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الشيخوخة. وأوضحت دراسات عدة أن التقدم في السن بالتالي ظهور أعراض الشيخوخة سواء صحيا أو نفسيا أو عقليا قد يبدأ في أي مرحلة من مراحل العمر. فالقدرات العامة تبدأ في التغير ابتداء يعني من سن 20. وأيضا من وجهة أخرى، فمن المعروف أن سن الشخص قد لا يكون بالضرورة متفقا يعني يكون محتفظ في وظائفه البدنية. وعلى هذا يتفق الكثيرون على تعريف الشيخوخة بأنها مرحلة العمر التي تبدأ فيها الوظائف الجسدية والعقلية في التدهور بصورة أكثر وضوحا مما كانت عليه في الفترات السابقة من العمر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.